تعال يا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابوك؟ ازاي؟ كنت فين من الظهر؟ ما في الشغل يا حاج. ايه الاخبار؟ طمني. مستنيينك نقعد معاك عشان المناقصه الجديده بتاعت الكباري اللي شرق المصرف. حد من اللي داخلين قصدنا نعرفه؟ الحاج ابو ذكري واثنين من برا البلد. دول هيعترسوا ولا هيتراضوا؟ الحاج ابو ذكري دي انجس من فرن ميضه، ولو رضيناه هيتمرع والغرب مش هيرضوا. وماله؟ هات ورقك والولد بتعالوا لي في المكتب الساعة 10 في الليل. الساعة 10؟ وش معنى يعني الساعة 10؟ عشان يكون مهران وتقوى ناموا، مانا اللي عنايمهم. ايه؟ ما عندنا 100 مرة مرزوعة في البيت. أي واحدة فيهم تنيمهم. زي مين يعني؟ أي واحدة. لا ما ينفعش. عموما لو عندك حاجة الساعة 10 تخلصها وبعدين تعال. لو عايزني أشيع لك مرتي أشيعها. على الأقل أخلص منها. كدي كده مش طايقها وعايز نبني العيال بيها. امال بنيتنا انا بيها ليه؟ بنت خالك قعدت سنين مستنياك وانت في العلام في مصر، كنت اديت خالك كلمه. مش داعي التقليب اللي فات يا حاج. لا ما هو ما تشيليش من مصر في ايدك عيله لابسه قصير عريانه، كل اهل البلد شافوا رجليها وتقول لي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك. ما خلاص يا حاج، مش غلط ومشيتها وجوزتني على كيفك. ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلقها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لابسك صير العريانه اللي كل اهل البلد شافوا رجليها. خيري انت عارفني، ما حدش يفرض عليا حاجه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي، انا بس اللي نفسي اعرفه قلت لها ايه ليلتها خلاها تطلب الطلاق وتمشي. بص يا بنت الناس، انا عندي ولايه زيك، والطلب اللي عاوزه منك تطلعي برا الاوضه دي وتقولي لولدي كلمه واحده: طلقني، وتلمي هدومك وترجعي مصر. ايه يا حاج مالك؟ انت فاكرني واحده من بنات البلد لما بيشوفوك يغطوا وشهم ابنك وبيحبني عايزه يسيبني او عندي؟ لكن انا مالكش كلام معاك. ما هو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلتي لك كده. والعلمي أنا مش من الرجال اللي بيحكموا بالظاهر أو الظن، فخديها من قصرها. وأنا قلت لك لا. براحتك براحتك. إنه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الإفراج عن الآنسة فوزية أحمد عبد الهادي خليل حسين من سراي النيابة بكفالة مش عارف ايه على ذمة شبكة الدعارة. انت بتقول ايه؟ شوفي انا ممكن اقطع الملف ده او اطلعك من الاوضة دي عريانة ملط واقول استغفر الله العظيم. قلت ايه؟ ها يا حاج ما قلت ليش قلت لها ايه؟ انا يا مولانا. اهلا عم الحاج. خير؟ انت بتقول الخطبه بالبلد ليه؟ انت مش متعلم؟ يعني معايا دبلون يا حاج. دبلون؟ يعني تعرف تفرق بين النعجه والخروف يا ولد ابو خروف؟ انا لا اخشى في الحق لومه لائم. لا تخشى ماشي، لكن تختش على دمك يا ولد مرزوقة. أنا أمي اسمها ما يتقالش. ليه؟ أمك مين يعني؟ ولعلمك أم أمك تبقى بنت خالتي. يعني أقول اللي أقوله. ثانياً يا متعلم يا بتاع المدارس، عارف يوم القيامة هيندموا عليك إيه؟ يا جمال يا ولد مرزوقة، يا جمال يا ولد مرزوقة، الكل هيتندم عليه باسم أمه. ولا غلط؟ صح صح. عظيم. مين هم النعاش ومين هم الكلاب؟ أنا ما قلتش كلاب يا حاج، أنا قلت ديابه. كلهم فصيلة واحدة يا ولد المحروم. أنا قلت أوعي الناس. أنت؟ أنت توعي الناس؟
انت ما تعرفش تستنجى مش تتوضى؟ بلاش الكلام ده يا عم الحاج. اسمعني كويس، تجيب موس وتحلق دقنك وبكره ترجع تركب القلاب زي ما كنت، لو عجبتني هعينك ريس في المحجر. لا دقن لا. خلاص خفة هكدي كده واشوفك بكره الصبح في المحجر. حاضر يا عم الحاج. مع السلامة. وانت خيري، ما تروح تشوف شغلك. بإذن حاج. تعال يا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمال فين باقي الولد؟ هم وراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. جودة، فتح عينيك على المحجر. سمعت إن في عيال صغيرة عتسرق حجارة في مقاطف وتبيعها. عيال مين يا أبوي؟ اللي يمد إيده على دبشة واحدة تتقطع. أنا قلت لك عشان تحرص. يا حماد باشا، ايش ياك والعياقه دي؟ ايه كنت فين؟ مفيش، كنت في سوهاج بس بصلح العربيه يا حاج. صلحتها؟ تمام يا حاج. وانت نازل المره الجايه ابقى خدني معاك، ولا نجيب لك واحده جديده، عشان العربيه القديمه ما دام الدق فيها مسمار ما بتنفعش تاني. حاضر يا حاج. هات الورق يا خيري. اتفضل يا ابوي. اقرا الشروط بصوت عالي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عمليه احلال وتجديد 2 كوبري على اكتاف حشوة عند الكيلو 550. تحدد يوم الاربعاء الموافق 19/11 موعد لفتح المظاريف. تأمين الابتدائي 600,000 جنيه. وخطاب ضمان ساري المفعول لمده 4 شهور. والباقي انت عارفه ابوي. 600,000 دول 10%. يبقى العمليه بكام يا حماد؟ حوالي 6 مليون يا حج. يا سلام، شاطر شاطر. ودول يجيبوا كم عربية جديدة؟ ها؟ كتير. معك منهم كام دلوق في جيبك يا خيري؟ معايا كتير يا حج. ما أنا عارف إن فلوسك كتير، يبقى سلفنا. احسب يا حماد. ثواني أجيب الآلة الحاسبة يا حج. آلة حاسبة ليه؟ أمال فين مخك؟ يا أبوي الآلة أضمن. لا، مخك هو اللي أضمن. أمال العلام إيه ونيلة إيه؟ يا بوي يا بوي، ما أنت ما قلتش أحسب إيه برضه. يعني لو قلت لك هتعرف؟ طيب 10 نقلات رخام، 20 نقلة حجر، 30 نقلة رمل، بكام؟ يبقى ها؟ ما أعرفش. تعرف بس قبل البنات. بنات؟ بنات إيه؟ اخرس، اقعد. قول يا جود. حوالي 30 أو 40. حوالي 30 40. طول النهار في الشغل وعقلك غايب والناس تسرق حواليك. قول يا خيري. 72,000 جنيه حق. لا، هم 72,530 جنيه. ولا انت غاوي تاكل زياده علي يا خيري؟ انا ما احبش اللي ياكلني. اخوكم مرعى الله يرحمه كان يحسبها وهو مغمض. يا دي مرعي، هو انت ما فيش دماغ غير مرعى الله يرحمه؟
ما عندك أربعة غيره، انساه شوية. على الأقل كان عنده قلب ما يغلطنيش أو يسرقني. متر الرخام بكام والحجر بكام؟ زي كل مرة. يعني إيه زي كل مرة؟ إحنا داخلين لوحدنا. ما هم عارفيننا في الرأي. اللي عارفك النهاردة بكرة ما يعرفكش، وإحنا مش عايزين نفكروا في اللي عارفينه، عايزين نفكروا في اللي مش عارفينه. في ناس داخلين جبالنا وبرضه عندهم مخ وعايزين يكسبوا. إحنا ننزلوا سعر الرخام 7 جنيه والحجر 3 جنيه والرملة 2 جنيه والتراب جنيه. ويبقى كسبنا ايه؟ ده كده المستخلصات ما تكفيش مصاريف العمال، ما بلاش منها العمليه دي خالص ما دام داخلينها خسرانين. اخشها وانا خسران احسن ما ياخدها واحد تاني. بعدين هي مش خسرانه، هي كسبانه بس قليل. وليه؟ مزاجك كده. على فكره حموده جوستاجو عدى على امي النهارده وكان عايز عياله. وامك حكمت بيه يا ولد امك؟ ما هو ابوهم برضه حد. انا ابوهم. وامك لو حكمت تحكم عليك انت، ولو دخل بيتي تاني ههزكك انت وامك. فاهم؟ فاهم يا ولد منادها؟ اتنايل اكتب. خبرين، وانت يا عم واقف في نص الطريق ده ليه؟ انت اللي ماشي غلط. ماشي غلط كيف يعني؟ ارجع باللودر ده اللي ورا. ارجع بالقلاب ده ورجع الحجاره مطرح ما خدتها. حجارتي اللي ترجع ده عبيد ديان. دي حجارتي ورثتها عن المرحوم. يا لم لسانك يا راجل انت. دي حجاره انا مشتريها. مشتريها من مين؟ من حاج محمد ابو دياب. كذاب الحاج. ما معلكش حجاره ولا دبالي. ايوه مش الحاج، يبقى لازم ترجع. الحاج عايز حجرته. انا دافع فلوس. دفعها لمين؟ لولده. واحنا ما شفناش فلوس الدفعه. ترجع. وانا قلت مفيش حجاره هترجع، وما بعدتش افرغ الطبنجه في راسك التخينه دي. أنا يا ولد غلطان واستاهل ضرب المراكيب. طب ارجع بالقلاب وبعدين نشوف موضوع المراكيب دي. ارجع.